الشروق مطلوب الحجر طيبين حسنا بدي بعد قليلة في صوت لربان صوتي منخفض داري ما لي تعبان ولا شيء بس عارف كذا في ها صح نعيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبين معكم ريم من قناة كرم اس دي اف. اليوم حابة هذه الحلقة اقول لكم انه القناة راح اخليها للقصص ومتى ما جتني فكرة تحدي او مقلب او كذا راح انزلها, يعني اي فكرة تجيني راح انزلها. فهذا اللي حبيت اقوله هذا اللي حبيت أقوله إن القناة حاليا للقصص, وإن شاء الله بكرة تجيني فكرة أول يوم راح أنزلها على طول. فبس هذا اللي حبيت أقوله في نهاية المقطع صلي على حبيب محمد اللهم صل وسلم على حبيب الله محمد و قول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعزائي لايك سبسكرايب كما كان اليوم مع السلامة.